وأبدأ من جنوب لبنان، قصف إسرائيلي على عدد من البلدات، فما هي نتائجه حتى اللحظة؟ بالفعل محمد، دعنا نعيد تركيب المشهد في الأيام الماضية. خفض التصعيد واضح في الأيام أو الساعات الفائتة من قبل حزب الله. يوم السبت سجلت فقط 3 عمليات، يوم أمس لم يعلن حزب الله عن أي عملية، اليوم حتى الساعة أيضا حزب الله لم يعلن عن أي عملية. في المقابل إسرائيل تستمر في استهداف القرى الجنوبية، وبالتالي لا يمكن الحديث عن خفض للتصعيد من الجانب الإسرائيلي. منذ صباح اليوم سجل قصف مدفعي متفرق تعرضت له بعض البلدات في القطاع الغربي، نتحدث عن الجبين شحين وصولا إلى ميس الجبل، تعرضت لقصف مدفعي وكذلك استهداف بالطيران وصولا إلى بلدات في القطاع الشرقي، أطراف كفر كلا، لخيام، كفر شوبة، شبعة، كفر حمام. بعض القرى استهدفت لحظة أو بعد مغادرة أهالي هذه القرى الذين صباح اليوم تفقدوا منازلهم ممتلكاتهم في عيد الأضحى، وبالتالي إسرائيل تستمر في استهداف القرى الحدودية. وكذلك اليوم سجلت غارة بمسيرة استهدفت سيارة في قضاء صور شرق هذا القضاء على أطراف بلدة الشابي، وأدت إلى استشهاد أحد عناصر حزب الله لم يعلن عن هويته بعد. بشكل عام يضع البعض هنا في لبنان خفض التصعيد من جانب حزب الله في الساعات الماضية في شقين، الأول هو عيد الأضحى وأيضا مخاوف حزب الله من التصعيد على هذه الجبهة في ظل زيارات بعض أهالي القرى لمنازلهم ومحلاتهم التجارية. والشق الثاني مرتبط بالزيارة المرتقبة لأموس هوكشتاين اليوم في تل أبيب وغدا في بيروت. مبدئيا سيلتقي صباح اليوم بحسب ما أعلن مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري، سيلتقي الرجلان صباح يوم غد. بطبيعة الحال المشهد سيكون حاضر على طاولة المفاوضات وكورقة بيد الدبلوماسيين اللبنانيين كما يقول البعض هنا، خصوصا أن ما حصل في الساعات الماضية لجهات خفض حزب الله التصعيد وعدم ملاقات إسرائيل لهذه الخطوة سيستخدم بطبيعة الحال لتعزيز الرواية اللبنانية التي تقول بأن إسرائيل هي التي تعتدي على لبنان، هي التي ترفض خفض التصعيد على هذه الجبهة. بالسابق استعمل رئيس مجلس النواب في مفاوضاته إن كان مع الوسطاء في الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى مع وزير الخارجية الفرنسي خرائط لشرح الاعتداءات الإسرائيلية، لشرح عمق الاعتداءات الإسرائيلية وكذلك استهدافها للمدنيين والفرق الإسعاف وغيرها. وبالتالي مشهد اليوم بالتأكيد سيكون بحسب بعض المتابعين حاضر على طاولة المفاوضين اللبنانيين غداً.